أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا مقتل 3 مدنيين وإصابة 40 آخرين بجروح جراء قصف المسلحين لجنوبي دمشق، حيث قصف المسلحون في حي مخيم اليرموك بمدافع الهون، حي التضامن والميدان في القسم الجنوبي من العاصمة السورية. كما أكد المركز أن أكثر من 61 ألف شخص من أهالي الغوطة الشرقية تمكنوا من العودة إلى منازلهم من مخيمات النازحين بدعم من المركز الروسي للمصالحة والسلطات السورية.